بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بحضراتكم. النهارده في فيديو مهم جدا بنتكلم فيه عن حمايه البيوت المحميه مش راكبه دي، مش مشكله، بس هو باب النجار مخلع اكيد طبعا، يعني ممكن يكون نجار كسلان وبابه يخلع، يعني ايه؟ يعني بيوت محميه وعايزه اللي يحميها، طبعا فيها عايزه حمايه. يعني ايه حمايه؟ هتكلم النهارده عن ان انا عندي اللي هي الخلايا المائية دهيا، تمام؟ الخلايا المائية ديت فيها ثقوب كبيرة زي ما انت شايف كده. الثقوب دي داخلة بتعرج، داخلة متعرجة، بحيث ان المية اللي بتنزل او الهواء اللي بيدخل فيها عشان يمر للجنب التاني داخل البيت، بتبص تلاقيه متعرجة عشان الهواء يستمر فيها فترة كبيرة، فبتنكسر حدة درجة الحرارة بتاعته. طب نحمي الثقوب العالية ديت، هي مش قد تكون أساسا مأوى للحشرات والفراشة بتاعت التوتا أبسليوتا وخلافه؟ طبعا. وهتسمح بدخولها من برة؟ طبعا هتسمح بدخولها من برة. طب هي من برة موجودة؟ أكيد فراشة التوتا أبسليوتا وكل الحشرات موجودة برة. ليه؟ لأن أي مكان فيه بيوت محمية أو فيه زراعات، معروف ان هو بيبقى فيه مخلفات. المخلفات ديت احنا بنطلع المخلفات ديت وهي لسه خضرة، فبنحاول نولعها ما بتولعش، تمام؟ فبتاخد فترة معانا، اكيد بيبقى فيها حشرات وحشرات كتيرة كمان، وخصوصا كارثة التوتا أبسليوتا، تمام؟ هتدخل من هنا وبنشوفها طبعا، وبهدلت لنا زرع كتير، بتدخل بشراها كمان. طب الحل نهوت ايه؟ انا عندي هنا 2 متر او 180 في 180 وفي 2 متر الطول بتاع الخلية المائية ده هي، تمام؟ طيب الامتداد بتاعها كم؟ 64 متر. 64 متر في 2 بكام؟ تقريبا ب 108، صح؟ 64 في 2 ب 66 120 و 4 يبقى 128 متر، تمام؟ 128 متر المسطح هيسمح بدخول وهيعمل لنا مشاكل كتيرة. طيب الحل ايه؟ الحل ان ربنا يهدينا لان احنا نقدر نحل المشاكل اول باول. بمعنى لو رحت هنا هلاقي ان احنا عاملين شبكة شادونت اهي، تمام؟ اهي دي فوق الخلية، كل القصة وما فيها. فكرتها صغيرة خالص، ادا خشب فوق اهوت متثبت في القناة اللي هي السنلي ستيل دهين اهي، تمام؟ متثبت اهوت الخشب فيها في السنلي ستيل اهو، كل فترة كده، وعامل برضو خشب تحت ومثبت الشبكة دهيا او الشادو نت دهون اللي هو عبارة عن دي، تمام؟ في مصر افضل من كده اللي هو بيكون عبارة عن الثقوب الرفيعة خالص دي. لو شفت هتلاقي الأداة الحشرات اداهي ميتة اهي عليها، هي مش قادرة اهي، مش قادرة تدخل، مفيش دخول ليها اهي، ما بتدخلش. فبالطريقة دهيا هنقدر نقفل ال 128 متر اللي فيهم ثقوب يسمحوا بدخول صراصير، مش بس حشرة الكاملة للتوتا أبسليوتا، لا دي صراصير. فبفكرة بسيطة وحاجة بسيطة خالص بنحط الشادو نت دهوت أو النت دهوت، فبيحجز لي الحشرات إن هي تدخل لي داخل البيت المحمي. قدامكم أهو وده الشبكة اللي احنا مستخدمينها في القصة دي. مش مشكلة بقى، هم بيقولوا تقعد 5 سنين، تقعد 2 3 سنين، بس المهم ان احنا بنحافظ على المسطح ده هوت، ان يكون يعني سبب في دخول الحشرات. هو مش سبب، ده هو اكيد بتدخل، وبتدخل حشرات بكميات كتيرة وخصوصا في فصل الصيف، تمام؟ طيب الحماية التانية هتكون فين؟ هتكون في المنظر اللي انتوا شايفينه ده هون. الحاجة التانية اللي احنا شايفينه قدامنا دوت الابواب يا جماعة، باب واحد وخصوصا الباب الكبير دهون ده بصراحة مش مانع للحشرات والمسببات الامراض ان هي تدخل لي، تمام؟ فبنضطر بنعمل دبل دورز، تمام؟ يعني بابين، الباب الكبير المين دور اهوت، والصاب مين اللي هو الباب الرئيسي والتحت رئيسي، تمام؟ ندخل كده ونشوف
الباب الاولاني ده هو ده كيان كانه كيان من كيان البيت المحمي. احنا فكرنا ان احنا نعمل واحد تاني زي ما انت شايف كده اهو. يبقى ده الباب الرئيسي او المين دور، وبنفتح تاني بنلاقي الباب التحت رئيسي. طبعا التقفيل تقفيل رهيب، تقفيل رهيب اهو، مفيش اي حاجه خالص، كل ده فايبر جلاس من الماده الخام برضو بتاعه البيت عندنا، بتقفل بفومه اهو زي ما انت شايف. تمام اهو المنظر من بعيد عشان نشوف ده الايه، ده المين دور الباب الرئيسي، وده الصب مين دور او الباب تحت الرئيسي. تمام او الباب الفرعي. تمام زي ما انت شايف كده، بحيث ان انا اقدر اسيطر على البيت قدر المستطاع. هو من فوق مفيش اي مشكل خالص، من 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 فوق بين الالواح الفايبر جلاس مفيش اي مشكل خالص فيه، لان احنا مقفلينها متقفله كويس وبتتسلم اساسا، وهي متقفله كويس بالفوم. ما بيبقاش عندي مشكلة الا الابواب هي اللي بتعمل لي مشاكل، وبيبقى عندي برضو اللي هي المسطح بتاع الخلية المائية. سطح الخلية المائية قلنا احنا حاطين فيه الشبك الاخضر اهوت في كل البيوت، وبنيجي على الابواب بنعمل دبل دورز زي ما حضراتكم شايفين كده اهو. تمام يبقى كده انت عملت حماية كويسة للزرع او النبات بالنسبة لمسببات الأمراض اللي بتحصل جوه. خير ده يا جماعة الباب التحت رئيسي، بس ده القديم، النظام القديم كنا عاملينه عبارة عن شبك اهو، ده اللي كان مكان الباب الاول، بس كان عبارة عن شبك، حاطين فيه شبك يعني ما كانش فايبر جلاس، ولكن الشبك بيدوب بسرعة واحنا مش محتاجينه في تهوية ولا حاجة، فابتدينا نفكر في القصة دهيت، لقينا ان افضل ان احنا نحط الفايبر جلاس اللي انتوا شفتوه دهوت، البابين كيان واحد، كل البيت عبارة عن فايبر جلاس. دي الظروف، اي حد عايز اي سؤال في البيوت المحمية تحت امر حضراتكم في اي وقت. بتمنى لكم التوفيق، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.